أول مرة تعرفنا على الإنترنت كانت في سنة 95، يمكن ما كانت مبلشة حتى في الأردن، وكنا نشبك لونج ديستنس يعني بالتليفون لبريطانيا، فكانت تكلفة المكالمات عالية جدا، بس هذا أعطانا فهم أكثر وبسرعة أكبر من غيرنا يعني عن الإنترنت. المحتوى العربي على الإنترنت نعم قليل ولكن عم بزيد بشكل يومي. أنا برأيي المشكلة هي مش بالمحتوى العربي على الإنترنت، هي المشكلة بالمحتوى العربي بشكل عام. يعني أنا بشجع دائما الشباب والرواد يكون عنده الواحد رؤية وحلم معين ويثابر وما يخاف من الفشل لحد تحقيق الهدف. رواد الأعمال بيبنوا دائما أفكار جديدة بتغير العالم، فإذا ما أخذوا مخاطرة ما بيكون رائد أعمال. بده ياخذ مخاطرة، لأنه كمان هو على نفسه ما أخذ مخاطرة، ممكن يكون هو بوظيفة مثلا بياخذ راتب شهري ومرتاح، ممكن ياخذ مخاطرة ويفشل. فعدم الخوف من الفشل والمخاطرة.